نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. كلمات حزب البعث العربي الاشتراكي والجبهة الوطنية التقدمية وبطريركية الروم الأرثوذكس ومفتي دمشق أكدت أن إحياء ذكرى يوم الأرض سيبقى شاهدا حيا على عروبة الأرض وأصالة الشعب الفلسطيني واستعداده الدائم للتضحية في سبيل الحفاظ على الهوية الوطنية والقومية لفلسطين من نهرها إلى بحرها. وفي لبنان السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله يشدد على أن الحل الوحيد في سوريا هو الحوار. وبمناسبة افتتاح مجمع السيدة زينب في الضاحية الجنوبية السيد نصر الله يؤكد أن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى في المرتبة الأولى وهي مسؤولية الحكام. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى يوم الأرض أكد أن المقاومة وتضحيات الشعب الفلسطيني من أبقى القضية الفلسطينية في دائرة الأولويات وفشلت كل محاولات المستكبرين في تصفيتها. وأضاف السيد نصر الله الكيان الصهيوني يريد إخراج القضية الفلسطينية من دائرة الاهتمام إلى أن تنسى. ماذا يريد المحتلون ومن خلفهم من المستكبرين والطواغيت ومن يتآمر معهم ومن يدلس معهم ومن يخادع معهم؟ ماذا يريدون من الشعب الفلسطيني ومن أمتنا؟ يريدون أن تنسى فلسطين أصلا، خلص هذا صار من التاريخ من الماضي. مجددا تعود القضية الفلسطينية لتقرع أبواب كل العرب والمسلمين ولتقول أنها هي الامتحان الإلهي وهي الحجة الإلهية وهي المسؤولية التاريخية في رقبة الجميع، حكام حكومات وأنظمة وجيوش وشعوب وأحزاب وقوى سياسية ونخب. والأمة للأسف الشديد في الكثير من مساحاتها وساحاتها هي لا تتحمل هذه المسؤولية. السيد نصر الله أكد أن الأزمة في سوريا في طريقها للحل مشددا أن الحل الوحيد هو الحوار ووقف التحريض ضد سوريا. إذا عن جد بدنا نحن العرب ودول المنطقة بشكل أساسي من إيران لتركيا للسعودية لدول العربية في الخليج لا شمال إفريقيا للدول العربية الدول الإسلامية كل دول المنطقة، إذا عن جد هناك من يخفق قلبه للشعب السوري لرجاله ونسائه وصغاره وكباره، اليوم المسؤولية أصبحت واضحة. الحل واحد هو الحل السياسي من خلال الحوار والإصلاح، نقطة أول السطر، حل تاني ما في. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله شدد على أهمية وقوف العرب والمسلمين صفا واحدا في مواجهة ما يحاك ضدهم، مستغربا كيف لا تكون قضية البحرين على طاولة القمة العربية وكيف يعمل بعض الحكام العرب بازدواجية مع القضايا العربية. وفي ذكرى يوم الأرض آلاف الأردنيين والعرب والأجانب يحتشدون في منطقة الأغوار الأردنية، والمحتشدون يؤكدون أن خيار المقاومة السبيل الوحيد لاسترجاع الأراضي المحتلة. بمناسبة يوم الأرض وفي إطار المشاركة بفعاليات مسيرة القدس العالمية احتشد الآلاف من المواطنين الأردنيين وعدد من الوفود العربية والأجنبية بالقرب من الحدود الأردنية الفلسطينية مطالبين بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأراضي المحتلة. نحن الآن في هذه الوقفة، هي وقفة أولية لاسترجاع القدس إن شاء الله قريبا، لأننا استطعنا أن نجمع هذه الحشود من كل العالم لموقف واحد وهو موقف استرداد هذا الحق المغصوب من طرف هذا الكيان الصهيوني الظالم. وهذه إشارة واضحة للكيان الصهيوني بأن الأمة كلها متحدة على هذه القضية وهي قضية استرجاع هذا المقدس العظيم الذي أوصانا به نبينا صلى الله عليه وسلم أن نشد الرحال. والله احنا نشارك بهذه المسيرة عشان نأكد على حق الفلسطينيين في القدس عاصمة لدولتهم كامل التراب الفلسطيني 67-48 وحقهم بالمطالبة فيها والتأكيد على التمسك يعني بالقدس كاملة الشرقية والغربية وعدم التفريط فيها. وأكد المشاركون في المسيرة على أن مقاومة تهويد مدينة القدس واسترداد الهوية العربية والإسلامية للمدينة واجب على كل أبناء الأمة.
علينا أن نكون صادقين، كلنا أمة عربية واحدة، علينا أن نقف بكلمة واحدة من أجل فلسطين ومن أجل إعادة الحق الفلسطيني. الصهيونية قتلوا أهلنا، دمروهم بطائراتهم بدباباتهم، حرقوا الشعب الفلسطيني، رموه في الشارع، أجاروا في إجارة لم تكن موجودة في العالم. إضافة إلى ذلك هو آخر استعمار موجود في الكرة الأرضية. المفروض أنه إحنا بدون ما الاهتمام بقضايانا الوطن عم بيروح يقدم قطعة قطعة، فلازم نضل شادين على الزناد ونتذكر بلادنا. لا شك أن مقاومة تهويد القدس واسترداد الهوية العربية والإسلامية لهذه المدينة المقدسة هو واجب على كل العرب وعلى الأمة العربية والإسلامية كاملة، وليس على الشعب الفلسطيني وحده أو فئة من أو على دول الطوق فقط، فهذا واجب وطني وأخلاقي وشرعي. ودعا المشاركون في المسيرة أبناء الأمة العربية والإسلامية باتخاذ خطوات عملية تجاه نصرة القضية الفلسطينية والمدينة المقدسة. في ذكرى يوم الأرض يؤكد أبناء الأمة العربية والإسلامية على خيار المقاومة لتحرير فلسطين، ويؤكدون وقوفهم إلى جانب قضايا الأمة في وجه المخططات الخارجية. من منطقة الأغوار الأردنية، علاء درويش، التلفزيون العربي السوري. مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي أكد أن إيران ستتصدى بقوة لأي مشروع أمريكي يستهدف سوريا. خلال لقائه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أضاف خامنئي: نعارض بحزم أي تدخل أجنبي في شؤون سوريا ونعتزم الدفاع عنها، فسوريا تدعم المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني في المنطقة وتحمي الخط المقاوم ضد العدو الصهيوني. وجدد خامنئي دعم إيران للإصلاحات التي بدأت في سوريا، مشيرا إلى ضرورة استمرارها. اعتبر السيد خامنئي أن القضية الأكثر أهمية في الظروف الراهنة هي أن تتخذ الدول المستقلة قرارات صائبة، منبها إلى أن القوى العالمية المهيمنة على العالم وخاصة الولايات المتحدة تستغل دول المنطقة كأداة لصالحها ولا تقبل بأي دولة مستقلة، لهذا يجب أخذ مصالح الدول الإسلامية بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات. الصين دعت المعارضة السورية إلى وقف أعمال العنف والبدء بالحوار، مجددة الترحيب بموافقة سوريا على خطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص كوفي عنان. وفي مؤتمر صحفي، أعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي عن أمل بلاده البدء بتنفيذ خطة عنان بالسرعة الممكنة، مضيفا أنه على المعارضة السورية الإسراع في إعطاء رد محدد عن الخطة. نقدر أي دعوة ترفض التدخل الخارجي في شؤون سوريا، وعلى المعارضة خلق الظروف لإنهاء العنف والبدء بالحوار. نأمل أن يستمر المجتمع الدولي بدعم جهود عنان وأن يلعب دورا إيجابيا في حل الأزمة في سوريا سلميا. المحلل السياسي الروسي فلاديمير إيسايف والبروفيسور في جامعة موسكو أكد ثبات الموقف الروسي تجاه الأزمة السورية. وفي تصريح لمراسل التلفزيون في موسكو، قال إيسايف إن القيادة الروسية ترفض أي تدخل خارجي في شؤون سوريا وتدعو إلى الحوار لحل الأزمة. إن روسيا ثابتة في موقفها لحل الأزمة السورية، ونستغرب لجوء البعض إلى تزوير الوقائع وتقويل روسيا ما لم تقله ولم تعلنه. والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ووزير الخارجية سيرجي لافروف أكدا أثناء لقائهما في موسكو مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة كوفي عنان، أكدا أن موسكو ستواصل إبداء كل ما يمكن من دعم لحل الأزمة السورية. ولذا ليس من المفهوم كيف يعمد البعض إلى تأويل هذا الموقف الروسي بشكل مغاير. وروسيا والصين أيضا أكدتا من جديد مواقفهما الثابتة إزاء سوريا في قمة بريكس، حيث بحث جميع القادة الموضوع السوري ونسقوا مواقف بلدانهم إزاء هذه القضية.
وأنا لا أفهم لماذا يرى البعض في أي تصريحات تصدر عن القيادة الروسية تغييرا في الموقف الروسي. وحتى المباحثات التي أجراها الرئيس ميدفيديف مع رئيس الأمريكي أوباما في سيول اعتبرها البعض تراجعا في الموقف الروسي، وهذا أمر مستعص على الفهم، وليس هناك أي شيء مستهجن في أن يبحث الرئيس ميدفيديف مع أوباما الموضوع السوري. فلروسيا مصالحها في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط، وهي تدعو إلى وقف العنف في سوريا وتقف ضد التدخل الأجنبي في شؤونها، وترى أنه لا يمكن حل الأزمة سوى عن طريق الحوار السلمي، وهي ستسهم في ذلك بجميع الوسائل. ولم يتغير شيء في المواقف الروسية، فلماذا إذن تعمد الآن بعض وسائل الإعلام إلى تصوير الأمر وكأن هناك تغييرا في مواقفنا؟ وهنا لابد من أن أشير إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون كانت تحدثت قبل نحو شهر عن ضرورة دعم المعارضة السورية في أعمالها وحتى إلى تسليحها، ولكنني أسمع وأقرأ الآن أنها أخذت تتكلم عن أشياء أخرى وتتساءل هل نقوم بتسليح المعارضة السورية أم تنظيم القاعدة؟ فمن إذن الذي غير مواقفه؟ هل هي روسيا أم الولايات المتحدة؟ وبيان مجلس الأمن حول سوريا، وبالرغم من أنه غير ملزم، إلا أنه يطلب من تلك الدول التي تستمر في إمداد المعارضة السورية المتطرفة بالمال والسلاح أن تكف عن ذلك وأن تكف عن التدخل في شؤون سوريا الداخلية. ومن هنا كان يتوجب على الحكومة التركية عدم السماح باستخدام أراضيها كي يجتمع فيها ممثلو المعارضة المسلحة. في إطار ملاحقتها لفلول المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف درعا الشرقي، تمكنت الجهات المختصة من قتل 3 إرهابيين وجرح عدد آخر وألقاء القبض على عدد منهم. كما داهمت أحد أوكار هذه المجموعات بين قريتي المسيفرة والكرك، وضبطت كميات من الأسلحة والذخائر وقاذف هاون مضادا للطيران مع قذائفه وأجهزة للتفجير عن بعد وصواعق تفجير وبطاريات وبوات ناسفة وألغام لتفجير الدبابات وجعبا عسكرية ومعدات طبية. الجيش اللبناني أكد أن وحداته المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية أوقفت عشرات الأشخاص المتهمين بأعمال تهريب وحيازة أسلحة حربية والإقامة على الأراضي اللبنانية بطرق غير شرعية. وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني إن الوحدات العسكرية داهمت أماكن مطلوبين للعدالة وتمكنت من توقيف 41 شخصا من جنسيات مختلفة. وشملت المضبوطات 12 سيارة و6 دراجات نارية وكمية من الأسلحة الفردية الخفيفة والذخائر. من جهة ثانية ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على شخصين أحدهما موقوف والثاني فار بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي والاتصال به، وأحال ملفهما مع الموقوف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول. قمة بغداد قمة لعدم انحياز العراق، قمة غياب الملوك عن المشهد الجديد في العراق. وإن قدم العراق المغريات للحضور ولكنها تبقى القمة التي أعلن فيها قيام العراق ليأخذ دوره التاريخي في أمته التي عزله عنها التحالف النفطي الأمريكي منذ أكثر من عقدين. قمة عربية عقدت في بغداد، 10 رؤساء ووزراء للخارجية وسفير سعودي وغياب سوري. فالعراق الغائب عن السياسة العربية منذ عقود الطامح للعودة إلى فنائه الإقليمي وجد فرصة للاعتراف العربي به بعد سنوات الاحتلال العجاف، ويريد أن يقول إن حكومة قادرة على حفظ أمن الحكام العرب هي حكومة قادرة على حماية الدبلوماسيين بعد أن انخفض تمثيل بعض الدول العربية وانعدم تمثيل بعضها الآخر بفعل الإرهاب الذي تصدره إلى العراق منذ الحملة الوهابية الأولى في نيسان عام 1801 وحتى الآن. فالعراق الراغب بانعقاد القمة قدم المغريات، لم يطرح الملف البحريني، ثم عرض مناقشة الشأن السوري بغياب سوريا. تدبر ملوك العرب عرض العراق فآثروا الإبقاء على العراق في عزلته رازحا تحت الضغوط السياسية والاقتصادية للفصل السابع، ثم الاستمرار في إغراقه بالإرهاب.
ولم تكد تعقد الجلسة الأولى حتى دوّ انفجار استهدف السفارة الإيرانية بجانب مقر الاجتماع في رسالة صرح عنها حمد بن جاسم بقوله إن انخفاض التمثيل هو رسالة للعراق.